مرحبا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم في الفيديو الثاني من سلسلة أبسطها لك في دقيقة هندسية. من أهم أدوات الإدارة هي الميتينجز والكوميونيكيشن شانلز والشيرينج أوف إنفورميشن. اليوم أنا بدي أحكي معاكم عن إيش أهم أدوات إدارة المشروع. من أهم الأدوات اللي إحنا بنستخدمها لإدارة المشروع الميتينجز و communication channels و sharing the information. الميتينجز من أهم الأشياء اللي أنت لازم تعملها مع الستيك هولدرز اللي لهم علاقة في البروجكت تبعك، وديفينتلي مع أفراد التيم اللي أنت قاعد تشتغل عليه. ليش؟ لأنه إذا أنت ما عملت ميتينجز مع الستيك هولدرز ولا عملت ميتينج مع مع التيم تبعك، فعليا أنت قاعد تشتغل في حلقة مفرغة، وهي الحلقة المفرغة أنت ما راح تقدر تطلع منها وما راح تقدر تسكر البروجكت تبعك. طبعا سؤال، مين هم الستيك هولدرز اللي احنا بنحكي عنهم؟ الستيك هولدرز هم شريحة كثير كبيرة، ممكن يكون الكلاينت ريبريزنتيف، ممكن يكون الكلاينت نفسه، ممكن يكون اليور ليدر أو يور بوس، ممكن يكون السب كونسلتنتس أو الكونسلتنتس الكونتراكترز والاوثوريتيز، وكثير من الاطراف اللي ممكن يكون هم ستيك هولدرز. التيم تبعك طبعا افراد التيم اللي انت قاعد تشتغل معهم لحتى تقدر تسلم الديليفربلز اوف يور بروجكت. فاذا انت ما اجتمعت مع الستيك هولدرز ولا اجتمعت مع التيم ممبرز اللي انت بتشتغل معهم، فانت فعليا غاب عنك عاملين جدا مهمين. العامل الاول هو حاجات وريكويرمنتس ونيدز هذا الكلاينت اللي انت اصلا قاعد تشتغل له، واللي هو لازم يعطيك الابروفال على البروجكت تبعه ات ذا اند علشان تقدر انت تسكر البروجكت اللي انت بتشتغل عليه. الاوثوريتيز تعطيك ابروفلز انت تقدر تسكر رسميا البروجكت اللي بتشتغل عليه. سب كونتراكترز والكونتراكترز اللي ممكن يكون لهم علاقه بالبروجكت برضه بنفس الطريقه.